حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده بقى هنعمل كفتة اقتصادية خالص، لكن هتبقى جميلة جميلة، وهنعملها في التخديعة، هتبقى تحفة ان شاء الله. اولا انا يا حبايبي نص كيلو رز اهوت عملته في الكبة وخليته ناعم وبقى جميل قوي، وهحط عليه ربطتين خضرة اهوت، ربطتين خضرة احطهم عليه، وبصلة كبيرة اهيت، بصلة كبيرة برضو هنحطها عليه، هنضيفها عليه. وعندي بقى اللي هو الشمندر ده، البنجر واحدة اهيت عملتها برضو، وكله هيتحط في الكبة دلوقتي. وده قرن شطة حامي طبعا تبع الاختيار للي بيحب الحاجة سبايسي حراقة يعني. وعندي اللي هو خلطة الكفتة اهي، خلطة الكفتة اللي بتخليها زي الكفتة ام لحمة بالظبط، الخلطة هي. وعندي برضو ما كترتش في الملح لان الخلطة بيبقى فيها ملحها. وعندي بصل بودر وتوم بودر، وعندي بابريكا، وعندي فلفل اسمر. هحطه كله وهخلط كل ده وهضربه، هخليه نسيج كده متجانس مع بعضه، وبعد كده هضربه في الكبة وانعمه خالص، وبعد ما ينعم معايا خالص هرجع له. حبايبي فرمت الكمية كلها على بعضها، وكان عندي حتة قطعة دهن كده قطعتها وحطيتها عليها برضو وفرمتها. وبعدين الكفتة ديت ما بتحتاجش معلقة صغيرة بيكنج باودر ولا حاجة، بس وانت حطاها في الكبة ممكن بقى تحطي معلقتين زيت كده عليها وهي بتتفرم. وحطيت قطعة دهن قطعتها وعملتها. وبصوا لازم يكون جنبك، لازم يكون جنبكم يا حبايبي زيت كده علشان نبل ايدينا فيه. وبعملها كرة كده، وعلشان اعملها كلها سوي واحد بجيب كده القطاعة اهي، شوفوا جميل ازاي يا حبايبي، ولا في تشققات ولا في اي حاجة خالص. ورصص بقى جنب بعض كده، هعمل كمان واحد اهوت قدامكم ببل ايديا كده، وبرضو بعملها كرة كده، كرة جميلة كده. وبقوم انا جاية على القطاعة بتاع الخضروات واعمله كده. والله بقى عايزة تكبريه كبريه، عايزة تزغريه تزغري. وهعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني. شوفوا يا حبايبي عملت كمية بسم الله ما شاء الله، يعني من نص كيلو رز عملنا 3 كيلو كفتة هو، ومن غير لحمة. وإنما ولادك مش هيعرفوا خالص إن هي بدون لحمة. وبرضو لو لقيتي إن العجينة بتاعتك لما بتضربها في الكبة لقيتي العجينة بتاعتك مثلا طرية قوي، حطي عليها شوية دقيق بقسماط. ما عندكيش دقيق بقسماط تحطي معلقتين نشا، ما عندكيش معلقتين نشا حطي شوية دقيق وخلاص. انما هي دي تعتبر احلى كفتة وما بتفكش خالص ان شاء الله، ولما بتتحمر بتبقى دي اكتر كفتة متماسكة من كل الكفت اللي انا عملتها. عملت عدس وعملت لوبيا وعملت فاصوليا، انما كفتة الرز دي هايلة هايلة. وشوفوا شكلها يا بنات زي ما تكون كفتة لحمة بالظبط، ويعني شكلها جميل وناعمة وجميلة ومتماسكة وحاجة جميلة جدا. انا بقى هروح دلوقتي ان شاء الله احمرها وهبقى اوريكم برضو. ماشي يا حبايبي. اهو يا حبايبي بحط اهوت في الزيت، لازم يقدح يعني، لازم ان هو يسخن قوي. اهو يا حبايبي بطلعه، شوفوا متماسك وجميل جدا، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله جدا. شوفوا اللي انا طلعتهم شكلهم عامل ازاي. انا هعمل الكميه كلها بقى وارجع لكم.
بعد ما خلصت تحمير رجعت لك اهو يا حبايبي. هعمل بقى هخدع واعمل له تخديعه واحط كفته كده في التخديعه، وعندي كيس في الفريزر ابقى اعمله في اي وقت، ومتماسكه وجميله جدا. اكتر كفته نباتيه بتبقى متماسكه وبالجمال ده كله.